السلام عليكم حبايبي المتابعين. R1234YF للسيارات 4.5 كيلو نت ويت. هذا كلر شو؟ وايت. زي الاسطوانة هذي هنقول. كم سعره هذا؟ كتنا برايس 2100 درهم. 4.5 كيجي. كم فلوس يعني دولار؟ دولار كم؟ دولار ما لي ما في ارباط. 2100 بلس تاكس ولا وذات؟ ما في ادري. سوا تاكس 2100 سوا تاكس. أيوة. ديفايد باي. جيب شوي. هذا يقول 2100 زين. تقسيم 3.68 يعني 570 دولار. اوكي، هذا سعر الاسطوانة مع الضريبة. فيها 4.5 كيلو زين. 2100 تقسيم 4.5 كيلو يا حبايبي يعطيك سعر الكيلو 466 درهم. 1 كي جي ايكوال ها 1 كي جي. هذا زين. هذا كم 1 كي جي؟ هذا 1 كي جي. هذا 1 كي جي 1 نت ويت. وكم هذا فلوس؟ هذا 350 درهم. هذا 1 كي جي 350 درهم زين. لكن هذا الامريكي 466 درهم تقسيم 3.68 يعني سعر الكيلو 127 دولار. غالي 127 دولار. اوكي، و جيب كارت مال انت. ايوه، هذا موجود في هذا المحل. راح ارفع لكم كارت وشدوا حيلكم اذا انت كنت مهتم زين. هذه الوصله بعد زين مال 1 2 3 4. كم فلوس هذه الوصله؟ 70 ها؟ 70 يعني تقريبا 20 دولار. 20 دولار ممكن. اوكي؟ هذه التوصيل الوصلة زين. هذا غير هذا؟ 1 3 4. هذا تشاينا. هذا 1 2 3 4. اوكي. وميت على هذا الغاز محمد الزعابي زين. اوكي؟ يلا حبايبي نشوفكم على خير. صلى الله عليه وسلم.